إيقاع هي رواية فيها قصة اجتماعية بتدور أحداثها ما بين سنة 2009 لسنة 2013. الفترة دي طبعا هي معروف أو ما يعني إن دي كانت فترة فيها أحداث سياسية مهمة، منها أحداث ثورة يناير، ثم فيما بعد أحداث عزل محمد مرسي اللي هو كان أول رئيس إخواني حكم مصر بعد الثورة. لكن القصة مش بتركز على ده، قصة الرواية بتتناول حدوتة لسيدة قبطية اسمها شفق بترجع مصر سنة 2009 وبتحاول تحقق حلم قديم، حلم العثور على عزبة كانت تمتلكها أسرتها في منطقة اسمها بين السرايات في الجيزة. الأحداث بقى بتتشعب وفي شخصيات مختلفة بخلاف شفق، وفي صراع وفي حبكة. القصة مش مركزة على الأحداث السياسية، ومش الهدف منها انها توثق لثورة يناير او لاي احداث سياسية. ان الادب مش مهمته ان هو يوثق، الادب هو مهمته تقديم حكاية وبارعة الحبكة. من المهم ان الكاتب يكون بارع في تناول قصته. بالنسبة لجائزة الابداع العربي اللي بتقدمها مؤسسة الفكر العربي، الجائزة طبعا هي معروفة من فترة بحكم شهرة المؤسسة. فمؤسسة الفكر العربي طبعا هي مؤسسة بتلعب دور مهم جدا في الجزئية الثقافية اللي هي بتشتغل فيها، وبالتالي جائزة الإبداع العربي هي جائزة مهمة أيضا، وأنا بشرف إن أنا اسمي بينضاف لأسماء الناس اللي حصلوا على الجائزة. الكاتب بيحتاج التكريم، لأن التكريم بيأكد له معاني عديدة، من بينها تقدير الذات، ومن بينها إن في مؤسسات بتحترم ما ينجز وبتحترم إنتاجه. بالنسبة لي أنا تحديدا، التكريم لما بيجي الكاتب شاب في بداية طريق الكتابة أو في بداية طريق الأدب، ده بيعني ليه حاجات مهمة، على رأسها إن الكتابة اللي بيكتبها هي كتابة جيدة، وإن الطريق اللي هو بدأ يحفر فيه لازم يكمل فيه.